أنا اسمي أحمد زكريا، عمري 23 سنة، من سوريا. خرجت من سوريا يعني بالضبط فقط أريد أن أعيش في بلد آمن، أستطيع أن أؤمن حياتي ثم أجد عمل وهيك، لم كنت أفكر في بلد معين يعني بالضبط. صيام رمضان دائما مع الأهل يكون أفضل، ولكن بالضبط أتيت هنا يعني كلهم وقفوا معي مثل أهلي، يعني كثير ساعدوني، يعني لا أستطيع ذكر أسمائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتركوني، إما يحضروا لي يأتوني يفطرون معي أو يحضروا لي طعام، فلم أشعر بالغربة الكثيرة هنا. مو هل واحد بيخاف يأخذ احتياطاته، لكن أنا هون دائما في المشفى أمان ومطمئنان، يعني مطمئن يعني داخل المشفى، لم أشعر بالخوف الكثير. لا أرغب حاليا أرجع، لأن لا يوجد أمان على مستقبل إن رجعت على سوريا. يعني كان من فضلك، حاليا في مدينتي لا يوجد فيها حرب، ولكن بالنسبة للشباب بالتحديد يعني نصف مدينة حمص مدمرة، تقريبا أكثر من نصف مدينة حمص مدمرة.